أوكي. أبناء الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب فيكم في محاضرتنا الثالثة من شابتر 7 اللي هو عنوانه Solution في Electrolyte، وراح نكمل في هذه المحاضرة عن الكوندكتيفيتي. المرة اللي فاتت تعلمنا كيف نقيس الكوندكتيفيتي، وتعلمنا كيف سلوكها كيف تغير مع التركيز. في المحاضرة هذه بس راح نتعرف على سلوكين مختلفين، سلوك للويك الكترولايتس، وهذا موجود في سكشن 731، سلوك ثاني مختص بالسترونج الكترولايت، وهذا موجود ايش ماله في سكشن 74. فراح نشوف السبب، شو اللي بيخلي المولر كوندكتيفيتي تتغير مع التركيز زي ما حكينا في المرة السابقة. السلايد هذه شفتوها المحاضرة السابقة، كانت آخر سلايد حكينا عنها، وبتحكي عن إيه؟ بتحكي عن الـ variation of molar conductivity with concentration، كيف تتغير المولر كوندكتيفيتي مع التركيز. وحظوا العلماء إنه في سلوكين، السلوك بينطبق على السترونج إلكترولايت، السلوك الثاني اللي ممثل في الجراف التحتاني هذا بينطبق على الويك إلكترولايت. فنحكي بالأول عن السترونج إلكترولايت. بتلاحظ انه كل ما زاد التركيز قيمة المولر كوندكتيفيتي بتقل، كأنك بتقول انه كل ما التركيز ازداد قدرة المحلول على توصيل الكهرباء بتقل تضعف. اوكي، واذا طلعت على المنحنى هذا في المنطقة هذه، لاحظ مثلا طلعت ثلاث نقاط، ثلاثة، تقريبا بتلاحظ انهم تقريبا هم مش وقعت على خط مستقيم، بس تقريبا وقعت على خط مستقيم. بامكانك تاخذ هذا المقط المستقيم and you can extrapolate it to c equal 0، يعني بامكانك تاخذ الخط المستقيم هذا وتمده على استقامته حتى يتقاطع مع محور الصادات هون. وشو بتلاحظ؟ لما بقرب التركيز على الصفر بتكون المولر كوندكتيفيتي اعلى ما يمكن، فعشان هي وهذه القيمة بنسميها اللامدا نوت، بنعطيها الرمز لامدا نوت، وبنسميها الاسم التالي، اسمها المولر كوندكتيفيتي ات انفينيت دايليوشن. فهذه القيمة هي المولر كوندكتيفيتي ات انفينيت دايليوشن. اوكي، لما بيكون التركيز قريب من صفر بتكون المولر كوندكتيفيتي لها اعلى قيمة ممكنة. اوكي، فهذا السلوك اللي لاحظوه للسترونج الكترولايت. للويك الكترولايت بيشبهه نوعا ما بس مش كثير، يعني في فروقات. لاحظوا انه النقصان نفس الشيء، المولر كوندكتيفيتي بتقل مع التركيز بس النقصان بيكون اكبر، يعني اي تغير صغير في التركيز بيؤدي الى تغير كبير في المولر كوندكتيفيتي. بامكانك كمان تاخذ وتعمل خط مستمد على الخط هذا على استقامته وتطلع اللمدا نوت للويك الكترولايت، بس شوي بتكون العمليه شوي معقده. السبب فيها انه لما تاخذ الخط في المنطقه هاي بتلاحظ انه السلوب له عالي، ميل الخط شو ماله عالي، اي خطا في الاكسترابوليشن بيؤدي الى خطا كبير في قيمه اللمدا نوت. فعشان هيك بتكون الطريقه هذه مش كثير دقيقه في تحديد اللمدا نوت للويك الكترولايت. ممكن تستعمل السترينج الكترولايت بس الويك الكترولايت. هلا في السكشن في المحاضرة هذه بدنا نتعرف ليش المولر كوندكتيفيتي بتقل مع التركيز للسترونج الكترولايتس وللويك الكترولايتس. وعلى فكرة لهم تفسيرين، يعني نقصان وتغير المولر كوندكتيفيتي مع التركيز للسترونج الكترولايت له تفسير، وتغير المولر كوندكتيفيتي مع التركيز للسترونج الكترولايت له تفسير مختلف. فرح ناخذهم واحدة واحدة، ورح نبدا في الاسهل والتفسير اللي كان اسهل من الويك الكترولايت. فهاو دو وي اكسبلين ذا فاريشن اوف مولر كوندكتيفيتي وذ كونسنتريشن؟ اوكي، نبدا في الجزء الاول الويك الكترولايت. واي داز ذا مولر كوندكتيفيتي انكريسز when the concentration of solution is lower؟ والنظرية والتفسير وضعه عالم اسمه أرهينيوس،
وهذا التفسير حاليا بنسميه أرهينيوس ثيري. فكيف أرهينيوس فسر اوكي الزياده في المولر كوندكتيفيتي مع النقص في التركيز؟ لما بقل التركيز بزيد المولر كوندكتيفيتي. وعلى فكره التفسير كلنا بنعرفه حاليا، لما تاخذ ويك الكترولايت اي بي والذوبه في سولفنت مناسب بتلاحظ انه مش كله بيتفكك، جزء منه بيتفكك لاي بلس وبي ماينس، بس جزء منه بيظله من غير تفكك. وعلى فكره زي ما بتعرفوا الجزء الغير متفكك متعادل ما بوصل الكهرباء، فعشان هيك only the ionized the dissociated AB will conduct electricity. فعشان هيك مش كل الاي بي راح يوصل، بس الجزء اللي بيتفكك منه. الجزء الثاني بنستعمله في حساباتنا بس ما بيؤدي الى توصيل الكهرباء. فباختصار هذه هي أرهينيوس ثيري، فبيقول انه there is an equilibrium between the undissociated electrolyte, this is the undissociated electrolyte, and the ions in solution، والايونات اللي موجوده بالمعلول. كمان حتى نفسرها اوكي شو اقترح؟ اقترح انه الايكوليبريم زي ما بتعرفوا ممكن يكون تو ذا رايت، ممكن يكون تو ذا ليفت، وممكن يكون تو ان ذا ميدل. فلما التركيز بيكون قليل التركيز بيكون ايش ماله؟ At low concentration the equilibrium lies to the right. الايكوليبريم وين بيكون؟ بيكون قريب من النواتج، يعني كانك بتقول كل اي بي او معظم اي بي اللي موجود في المحلول راح يكون متفكك لاي بلس وبي ماينس، وبالتالي بوصل الكهرباء. اوكي العكس بصير at high concentration. At high concentration the equilibrium lies to the left. Where to the left؟ يعني هون بيكون قريب الموقع من هذا. كأنك بتقول معظم اي بي اللي ذوبته في المحلول ما تفكك وبالتالي ما بوصل الكهرباء، جزء صغير منه بتفكك وبوصل الكهرباء. واضحة؟ على فكرة احنا لما بنحسب المولر كوندكتيفيتي بنقسم على السي كامل اللي تفكك واللي ما تفكك. فعشان هيك بتكون طريقة احتسابنا للمولر كوندكتيفيتي ما بتعطيك القيمة الحقيقية لتوصيل المادة للكهرباء. اوكي فهذا هو اذا التفسير انه الكمية اللي بتتفكك من A و B قليلة جدا لما بيكون التركيز عالي، ماشي؟ فعشان بتحصل على قيمة كابة صغيرة، بينما التركيز انت بتستخدم لما بتحسب المولر كوندكتيف بتستخدم التركيز كلياته اللي تفكك واللي ما تفكك، فبالتالي بتحصل على قيمة منخفضة للمولر كوندكتيفيتي كل ما زاد التركيز. شو كمان اقترح شغلة تانية، انه قال في كل الويك الكترولايتس we can define something we call it degree of dissociation. اقترح انه في اشي بنسميه درجة التفكك وبنرمز لها بالرمز الفا. What's the degree of dissociation؟ وباختصار it's the fraction of AB present in the form of A plus and B minus. يعني باختصار هي عدد مولات AB اللي تفككت ل A plus و B minus مقسومة على التركيز الكلي. لما بتقول fraction كسر نسبة بتكون، عرفت كيف؟ بتقسم الكمية اللي تفككت او عدد المولات اللي تفكك على عدد المولات الكلي اللي ايش ما اللي تفكك واللي ما تفكك. فهي بتعطيكم بنسميها الديجري اوف ديسوسيشن وبنرمز لها بالرمز الفا. فهو شو اقترح كمان؟ اقترح انه بامكاننا نحسب قيمه الفا عند اي تركيز بدنا اياه، ماشي؟ والفا كيف بامكاننا نحسبها؟ بامكاننا نحسبها من المولر كوندكتيفيتي. كل اللي عليك تعمله تقسم المولر كوندكتيفيتي عند اي تركيز على المولر كوندكتيفيتي ات انفينيت دايليوشن لما بيكون التفكك كامل، ماشي؟ وهيك بتستطيع تحسب قيمه اللي هي الفا اللي هي درجة التفكك للويك الكترولايت اللي عندك. وعلى فكرة الاقتراح بعد فترة قصيرة من نظرية أرهينيوس هذه اجى عالم مشهور ثاني اسمه فانتوف كان يشتغل على الأوزماتيك بريشر، والأوزماتيك بريشر كمان بيعتمد على تركيز المواد A B A بلس و B ماينس كلياتهم بيعتمد عليهم. فكان يستطيع من خلاله كمان من الطريقة الثانية اللي من الأوزماتيك بريشر بإمكانه يحسب الفا. فصار في عند قيمة ألفا محسوبة من الكوندكتيفيتي وفي قيمة لألفا محسوبة من الأوزماتيك بريشر، وكانت تطلع القيمتين قريبات جدا من بعضهم البعض. وهذا شو أعطى؟ أعطى مقدار من الثقة، أعطى مصداقية لمين؟ لأن أرهينيوس ثيري. يعني هذا بيأكد أنه أرهينيوس ثيري is correct، واضحة؟ فعشان هيك لاحظت كيف اللي هي اتأكدوا العلماء في هذيك الفترة أنه في هذا التفسير فعلا ينطبق على
الويك الكترولايت. بعد ما الأرهينية تقترح النظرية هذه لتفسير سلوك الويك الكترولايت، كان في عالم ثاني فأخذ هذه النظرية وحاول يطبقها ويعمل عليها حسابات، يعني حاول يطبق عليها يختبرها كوانتيتيفلي. فإحنا شو بنعرف عن الويك الكترولايت؟ بنعرف إنه الويك الكترولايت قلنا فيه اتزان، وهذا الاتزان زي ما بتعرفوا بنقدر نكتب له ثابت الاتزان اللي بنسميه كي سي. وكي سي شو بيساوي؟ The concentration of the products divided by the concentration of reactant. يعني باختصار بتكون اللي هي concentration of A plus times the concentration of B minus divided by the concentration of undissociated AB. هذه النسبة بنسميها KC أو بنسميها equilibrium constant for the dissociation. Okay. فحاول يحسب KC من الconductivity. فكيف بنحسبها؟ وبدي أحكي لكم شغلة هلا وبدي إياكم تتذكروها باستمرار. How can we express KC in term of degree of dissociation؟ كيف منعبر أو شو العلاقة بين قيمة الKC وبين اللي هي degree of dissociation، بين الألفا، بين درجة تفكك الويك إلكترولايت؟ وبإمكاننا نشتق العلاقة بيناتهم كالتالي، وبدي إياكم تتذكروها الطريقة هذه، رح نستعملها أكثر من مرة، فعشان هيك ضروري إنك تتعلمها. فخلينا نأخذ this is the equilibrium. You dissolve AB in a solution. Some of it will dissociate A plus and B minus. Some of it will remain undissociated. فعشان هيك what are the number of moles of solution? Let's assume that we have dissolved 1 mole of AB in the solution, or the solutions contain A 1 mole. فالواحد مول هذا راح يتفكك منه كمية معينة ما بنعرف هي قديش هي، بس لأنه واحد راح تكون الكمية بتتفكك هي نفسها ألفا، الكمية المتفككة منه ألفا. وبسبب الاستويكيومتري لأنه واحد مول بيعطي واحد مول وواحد مول، راح ينتج ألفا مول of A plus وألفا مول من B minus. واضحة؟ فهذا اللي بيكون لما بيكون عندك، لما بيكون في عندك 1 مول. طيب شو بصير؟ احنا مش دائما بنذوب 1 مول، بعض الأحيان بنذوب عدد مولات مختلفة، ممكن يكون واحد أو غيره. ف what happens when you dissolve n moles؟ وعلى فكرة هاي العلاقة بصحيحة بس بتضربها في n، فعشان هيك the concentration okay when you dissolve n moles the concentration okay the odd number of moles of AB will be n times 1 minus alpha. يعني هذا أخذنا بس وضربناه في ال n، ونفس الشيء هذا راح يزيد في n alpha وهذا كمان راح يزيد في n alpha. ف these are the number of moles at equilibrium of the three species. واضح؟ عرفنا هيك ترى كيش عدد مولات A وB وAB بدلالة مين؟ بدلالة alpha. وما دام بنعرف عدد المولات بنقدر نحسب التركيز. وببساطة كل اللي عليك تعمله تاخذ عدد المولات هذا تقسمها على حجم المحلول اللي هو V، ولما تقسمها بيطلع عندك، فبصير concentration of AB بيساوي N 1 minus alpha divided by V. هاي نفس الشيء اقسمها على V بتعطيك التركيز تاعها، هاي N alpha على كمان بتعطيك التركيز. فهيك عرفنا الثلاث التراكيز للثلاث سبيشيز اللي موجودة في المحلول، يعني عرفنا التراكيز للثلاث مواد اللي موجودة في المحلول. وهيك شو صار بإمكانك؟ بإمكانك تحسب KC، وKC حسب القانون هذا شو بتساوي؟ تركيز A plus، وتركيز ال A plus شو بيساوي؟ هياته بتاخذ N alpha على V، مش هيك؟ في تركيز B minus وكمان ايش؟ كمان بتساوي N alpha على V. فهيك شو بصير في عندك؟ N alpha على V، في N alpha على V بصير N alpha على V squared. واضحة؟ سهل كثير ما فيها، اللي هي مقسومة على تركيز مين؟ AB، وتركيز AB عند الاتزان بيساوي N في 1 ناقص alpha على V. ولو أخذت العلاقة هذه وبسطتها بتلاحظ إنه فك القوس اللي بالبسط هذا، بصير N squared alpha squared over V squared divided by this one. وبتلاحظ إنه ال V بتختصر مع ال V squared، وبطلع عندك إنه ال KC بيساوي N alpha squared over V times 1 minus alpha. واضح؟ وهيك قدرنا نعبر عن ال KC بدلالة إيه؟ كتبنا بدلالة degree of dissociation. واضحة؟ وعلى فكرة هذا العلاقة بنقدر نأخذها هلا نستعملها في الحسابات كمان شوي زي ما راح تشوفوا، بس خلينا نستنتج منها نتيجة. أوكي. لو أخذت محلول معين، أوكي، بدنا نشوف كيف الألفة بتتغير مع التركيز. بلا خلنا نأخذ هالإيش ما أوكي، خلنا نأخذ اللي هو
ناخذ هذه نكتبها بالطريقه الثالثه، شايف بدي اشيل الفي الان والفي هذول اشيلهم وين؟ على الطرف هذا، واخلي شو بضل عندك بالطرف هذا؟ بضل عندك بالطرف هذا ان الفا سكويرد اوفر 1 ماينس الفا ايكوال كي سي تايمز ان. وخلينا ايش ناخذ؟ محلول معين في عدد معين من المولات، وشو نصير نضيع ملفيه؟ نصير نضيف عليه سولفنت، ولما نضيف عليه سولفنت شو بصير؟ كانك بتكبر الحجم. لاحظ هذا قيمته ثابته، هذا ما بيتغير، الفي بتتغير، فبالمقابل كمان هذه الالفا سكويرد اوفر 1 ماينس الفا كمان بتتغير. فشو بتلاحظ من هذا؟ لاحظ لما بزيد الفا، لما بزيد في، لما الحجم المحلول يكبر شو بصير؟ الطرف هذا اكبر، لانه الطرفين دائما متساويات، لازم هذا يكبر. كيف بامكانه يكبر؟ لاحظتوا كيف؟ لازم الالفا تزيد، لاحظتوا كيف؟ فعشان هيك لاحظوا لي هاي النتيجه شو بتقول لك؟ انه كل ما الفي كبر يعني كل ما المحلول صار مخفف اكثر، مش هيك؟ لما في حجم المحلول يكبر وعدد المولات ثابت شو بصير فيه؟ solutions become more dilute، التركيز بصير تاعه اقل، فهذا الطرف بزيد وهذا الطرف بزيد معه، فلازم حتى يزيد الطرف هذا لازم الفا تزيد. فعشان هيك هذا شو بتقول لك؟ انه فعلا زي ما قال ارهينيوس، كل ما المحلول صار مور دايليوت كل ما الديجري اوف ديسوسيشن صارت اكبر، يعني كميه بتتفكك اكبر، وبالتالي تركيز اللي هي توصيل المحلول للكهرباء ايش بصير فيه؟ اللي هو بيزيد. فعشان هيك لاحظتوا كيف نلخصها، كاتب لكم اياها. When V increases that is the solutions become more dilute، كل ما زادت V المحلول شو بصير؟ more dilute. شو راح يصير؟ الالفا راح تكبر. وهذا فعلا بيقول لك انه at low concentration the equilibrium favors the ions، at high concentration the equilibrium favors the reactant اللي هو AB. يعني باختصار كان بنقول انه at low concentration القريب اللي بيكون الاتزان قريب من مين؟ A plus و B minus. لما التركيز يكون عالي يكون الإكواليبريم قريب من الرياكتنت. واضحة؟ فكثير بسيطة. بل لو أخذ العلاقة هذه، بل نأخذ العلاقة هذه، لاحظ عندك بالطرف هذا KC، ولاحظ هنا شو في عندك؟ number of moles، هذه total number of moles dissociated or undissociated، تأخذها وبتقسمها على V، يعني تقسم عدد المولات على الفوليوم، وعدد المولات على الفوليوم هي التركيز المولاريتي، مش هيك؟ N على V شو هي هذه؟ هاي المولاريتي of AB dissociated والundissociated. كمان بإمكانك تكتب الN على V هاي بتساوي C، تقدر تكتب العلاقة هذه شو بتصير تساوي؟ بتساوي KC بتساوي LC ألفا سكويرد أوفر 1 ماينس ألفا. وعلى فكرة العلاقة هاي بتقول لك إنه إذا قدرت عرفت قيمة ألفا عند تركيز معين بإمكانك تحسب KC، مش هيك؟ واضحة؟ وألفا صعب قياسها؟ لا مش صعب، لأنه اقترح طريقة لقياسها مين؟ أرهينيوس اللي هي ألفا. ماشي، وكيف بتقيس قيمة ألفا؟ ما عليه غير تقسم المولر كوندكتيفيتي عند التركيز هذا على اللمدا نوت ات انفينيت دايليوشن، وهيك بتحسب قيمة ألفا، بتعوضها في القانون هذا وبتحسب منها الكي سي. واضحة؟ فكثير سهلة، هيك صار في عندنا طريقة نحسب فيها الإكواليبريم كونستانت فرام كوندكتيفيتي. على فكرة إذا بتحب كمان اللي هي بدل ما تغلب الألفا زي ما قال عنها أرهينيوس شو بتساوي؟ لامدا عنوت، فبإمكانك تحط محلها قيمتها. فشو بصير القانون هذا؟ سي بتساوي لامدا أوفر لامدا نوت كل سكويرد هذه أوفر 1 ماينس ألفا، الألفا كمان اللي هي لامدا لامدا نوت. فذيرفور إف يو نو لامدا، يو نو لامدا نوت، يو كان كالكوليت كي سي. واضحة؟ وهيك طريقة. وعلى فكرة كمان شو بنعرف حاليا؟ إنه إذا حسبت كي سي من الكوندكتيفيتي وحسبتها من قيمة من طرق طرق ثانية تطلع القيس كي سي متقاربة، وهذا بدل على صحة نظرية أرهينيوس. واضحة؟ فعشان هيك باختصار نظرية أرهينيوس نجحت في تفسير سلوك الويك إلكترولايتس. اوكي، قلنا إذا استطاع أرهينيوس إنه يقترح طريقة أو يكتشف طريقة لحساب الكي سي من الكوندكتيفيتي، مش هيك؟ فكيف بنحسب الكي سي من الكوندكتيفيتي؟ تعالوا نوضحها في مثال، بدنا ناخذ المثال التالي. ماشي، فخلينا ناخذها، والطريقه زي ما حكيت لكم وصلت لك اياها قبل شويه. اذا تعرف لامدا ولامدا نوت لاي ويك الكترولايت بامكانك تحسب الفا، واذا عرفت الفا بامكانك تحسب منها اللي هي الكي سي.
فعشان هيك خلنا بقول لي هذا المثال ايش فيه، بقول لي the molar conductivity of acetic acid and as you know acetic acid is an organic acid it's a weak acid عشان هيك بيكون هذا شو ماله weak acid يعني it's a weak electrolyte. فبيقول لي molar conductivity of acetic acid at infinite dilution is 390.55 siemens mole minus 1 centimeter square. فدي we are given لامدا نوت. شو هي هذه؟ هذه اللامدا نوت، هذه المولر كوندكتيفيتي ات انفينيت دايليوشن. شو كمان بيقول لي؟ بيقول لي ذا سبيسيفيك كوندكتيفيتي اوف 0.01 مولر سوليوشن اوف اسيتيك اسيد از 1.656 10 تو ذا ماينس 4 سيمنز سنتيمتر ماينس 1. And from this, we need calculate Kc for acetic acid. We want to calculate the equilibrium constant for acetic acid. Can we do it? Okay, let's see. لاحظتوا كيف ماشي اللي هي خلينا ناخذها. This is the dissociation of acetic acid. This is the acidic proton. So therefore, when it dissociates, it will give you H plus ion and acetate ion. تعطيك هذول two ions. And Kc for this dissociation, شو بتساوي؟ H plus times CH3COO minus over CH3COOH. ماشي. But this is the Kc in term of concentration. وزي ما شفنا قبل شوي we can write Kc in term of degree of dissociation. زي ما عملنا بالمثال السابق. تذكر لما قلت لكم لازم تعلموها هذه الطريقة. فإذا حسبتها بتطلع اللي هي قيمة Kc شو بتساوي؟ C alpha squared over 1 minus alpha. واضحة؟ فهذه كثير سهلة بإمكانك تحسبها. فهلا all what we need is the concentration and a value of alpha. C معطيك إياها. This is the molar concentration. Well, by the way, this is the C. Okay, in this case, this C is the molarity. يعني نستخدم المولاريتي زي ما هي. ما تخربط بينها وبين C اللي استعملناها في حساب المولار كوندكتيفيتي. لا. تستخدم المولاريتي زي ما هي. واضحة؟ شو بضل بدك؟ بدك ألفا. لاحظوا كيف اللي هي. In order to calculate alpha, you can calculate alpha this from this equation that was proposed by Arrhenius. هذه العلاقة اللي اقترحها مين؟ Arrhenius. You need lambda note. هياتها معطيك إياها. This is lambda note أو molar conductivity at infinite dilution. معطيك إياها. We still need lambda. We do not have it. But we have الكابة. We have the conductivity. We have the concentration. زي ما حليناها في المثال السابق. شو بإمكانك تحسب من هذول الثنتين؟ You can calculate lambda at this concentration. بإمكانك تحسب قيمة lambda عند التركيز هذا. وعلى فكرة لاحظت كيف بنحسب لامدا؟ تتذكروا حلينا عليها مثال، حليناها بطريقتين، نستخدم الطريقة الثانية اللي استعملناها. لامدا equal 1000 times kappa over nm. والn for acetic acid is 1. لاحظوا الشحنة عليه زائد 1 وناقص 1، فعشان هيك الn قديش بتكون قيمتها؟ اللي هي 1. وتعال نعوض في القانون، you have 1000 times kappa. Well, this is the kappa. You are giving kappa 1.65 10 to the minus 4. Divided by n, قلنا ال n واحد for acetic acid, multiplied by the molarity, والmolarity اللي قديش هي 0.01 molar solution. وبتضرب هالأرقام على الكالكوليتر تاعك. Okay, بطلع عندك المولر conductivity, بطلع عندك المولر conductivity of the acetic acid solution that we have is 16.56. And the units, sorry, I forgot to write the units. The units should be the same. سيمنز مول ماينس 1 سنتيمتر سكوير. لاحظت كيف هذه اللي هي وحدة مين هذه. وهيك شو بصير عندك؟ بتعرفت الفا، والالفا نوت كمان معروفة. من هذول التنتين هلا شو بإمكانك تحسب؟ الفا. فتعال نحسبها. فالالفا شو بتساوي؟ لامدا. هياتها لامدا حسبناها 16.56 divided by لامدا نوت. هي اللامدا نوت 390.55. بتحسبها وبتطلع قيمة ألفا بتساوي 0.0424. عطى كيف؟ والألفا is a ratio, it doesn't have units. واضحة؟ واضحة. What's the meaning of this number? شو معنى هذا الرقم؟ بتقول 4% تقريبا نسبة التفكك. يعني لو كان في عندك 1 مول راح يتفكك فقط منه قديش؟ 4%. 96% راح يظلها إيش مالها؟ من غير تفكك وما بتوصل الكهرباء. عشان هيك ده قيمة اللي هي اللامدا المولر كوندكتيفيتي اقل من المولر كوندكتيفيتي ات انفينيت دايليوشن. واضحه؟ فعرفناها. وهلا بعد ما عرفت هذه يو كان كالكوليت كي سي. عوض
في هذا القانون اللي في هاي العلاقة، فنعوض هالكي سي. إذا شو بتساوي سي؟ والسي قلنا عنها قديش بتساوي 0.01 مولر تايمز ألفا سكويرد، this is ألفا 0.0424 سكويرد divided by 1 minus ألفا اللي 0.424 كمان، وبتحسبها على الكالكوليتر تاعك بتطلع الكي سي للأسيتك أسيد بتساوي 1.88 10 to the minus 5. لاحظت كيف؟ وهالطريقة هذه استطعنا أن نحسب قيمة كي سي للأسيتك أسيد فقط من معرفتنا لإيش؟ للمولر كوندكتيفيتي at some concentration، ومعرفتنا لمين؟ لللامدا نود. فthis is how we calculate equilibrium constant of a reaction. The same way we used it here for acetic acid, you can use it for another, any other weak electrolyte. نفس الطريقة هذه بإمكانك تستخدمها لأي weak electrolyte تاني بدك إياه. وفي مجموعة من الأسئلة في نهاية الشابتر، نهاية الشابتر 7، حاول تطلع عليهم وحاول تحلهم. أكيد بعضهم راح يجي إيش ماله تحتاجه في الامتحانات. أوكي، فهمنا ليش المولر كوندكتيفيتي بتقل كل ما زاد التركيز للويك إلكترولايت. هلا بنحكي عن الجزء الثاني، السترونج إلكترولايت، واللي وضع النظرية وفسر هذا السلوك عالمين، واحد اسمه ديباي والثاني اسمه هاكل. فعشان هيك هاي النظريه بنسميها ديباي هاكل ثيوري. ف how did ديباي and هاكل explain the behavior of strong electrolytes؟ اوكي، عشان يفسروا الظاهره هذه اقترحوا اللي هو الاقتراح التالي، انه the distributions of ions in solution is not random. يعني في البداية الواحد بتخيل انه بجوز الايونات تكون موزعة بشكل عشوائي بالمحلول، بس في الواقع هذا مش صحيح. ليش مش صحيح؟ السبب فيها الشحنات الموجبة بتتنافر، السالبة مع بعضها البعض بتتنافر، بينما الموجبة والسالبة بتتجاذب. فعشان هيك الواحد شو بتوقع؟ بتوقع يكون كل ايون محاط بشحنات بايونات معاكسة له في الشحنة. فعشان هيك لو تخيلت مثلا في الصورة هذه، هذا ايون موجب، بتخيل انه يكون محاط بايونات سالبة، ماشي، بسبب التجاذب بيناتهم. والعكس كمان صحيح، لما بيكون ايون السالب راح يكون محاط بايونات موجبة، يمكن في طبقة ثانية من الايونات المعاكسة لهم، بس كل ايون راح يكون محاط بمجموعة من الايونات اللي معاكسة له بالشحنة. وعلى فكرة هذه الأيونات اللي محيطة في أيون معين عادة، يعني هذا الأيون الموجب، هاي الأيونات السالب اللي حوالها بنسميها الأيونيك أتموسفير، وللأيون السالب هذا الأيونيك أتموسفير هي الأيونات الموجب اللي محيطة فيه. فهذه اللي هي بنسميها الأيونيك أتموسفير، أتموسفير غلاف جوي زي ما تقولوا، بس هي مش غلاف جوي بالواقع، بس اختاروا الاسم لأنها بتشبه الكرة الأرضية محاطة بالغلاف الجوي، فعشان هيك بسموها الأيونيك أتموسفير. وعلى فكرة شو بتوقع كمان؟ إنه هذه الأتموسفير إلها ثيكنس، إلها إيش؟ زي ما تقولوا يعني لو خيلتها كأنها كرة، الكرة إلها نصف قطر، ونصف القطر هذا بنسميه the thickness of the ionic atmosphere. شو بنسميه؟ the thickness، زي ما تقول بالعربي بنسميه سماكة الأيونيك أتموسفير. والثيكنس اوف ذا ايونيك اتموسفير وي جيف ذا سمبل 1 اوفر كابا، نعطيه الرمز 1 اوفر كابا. وبديش تخربطه، الكابا هذه ما لها علاقه بالكابا اللي هي السبيسيفيك كوندكتيفيتي او الكوندكتيفيتي، ما لها علاقه. والثيكنس هو 1 اوفر كابا، هذه ال 1 اوفر كابا كلها مع بعضها البعض هي بنسميها الثيكنس اوف ذا ايونيك اتموسفير. وعلى فكره بتوقع هذه الايونيك اتموسفير مش بكل المحاليل تكون متساوية. عليش بتوقع تعتمد؟ بتوقع تعتمد أول شيء على الشحنات، كل ما كانت الشحنات أعلى كل ما كان تجاذب أكبر، فبتوقع الثيكنس يقل اللي هي، فهذا عامل اللي هي الشحنات. في عامل ثاني بتوقع التركيز، لاحظوا كل ما كان المحلول مركز أكثر بيكون عدد الأيونات فيه أكبر، يعني بصير فيه زي ازدحام بالأيونات في المحلول، فبالتالي بتنجبر تقرب على بعض البعض، فبقل الثيكنس للأيونيك أتموسفير. واضحة؟ باختصار هي النظرية شوي كثير معقدة وإلها حسابات واشتقاقات رياضية كبيرة.
احنا ما بنأخذ الاشتقاق الرياضي، بدنا ناخذها بس بصورة مبسطة، بس ناخذ فكرة كيف الايونيك اتموسفير بتخلي فعلا الكوندكتيفيتي تقل كل ما زاد التركيز. اوكي، بس خلينا ناخذ في البداية. استطاعوا ديبايو هاكل اول شغلة يعملوها انهم يعني استطاعوا انهم يشتقوا معادلة منها تحسب تعطيك فكرة عن ايش الثيكنس اوف الايونيك اتموسفير. وعلى فكرة هذه العلاقة اللي اشتقوها، هذه العلاقة شو بتعطيك؟ thickness of the ionic atmosphere، والthickness of the ionic atmosphere اللي هي 1 over kappa وجدوا انها شو بتساوي؟ بتساوي الاي نوت، بدك تعرفوهم هذول الكونستانتس، اي نوت البيرميتيفيتي اوف فاكيوم تايمز اي، طبعا هذول وياهم في المحلول، فهذه الاي مستخدم ليش؟ الدايلكتريك كونستانت او الريلتيف بيرميتيفيتي للسولفنت ملتبلايد باي كي بي، والكي بي باختصار هي بنسميه هذا الثابت كثير مشهور بسموه البولتزمان كونستانت، وقيمته بتساوي 1.381 في 10 قوة ناقص 23 جول كلفن ماينس 1. فهذا في بولتمان ملتبلايد باي ذا تمبرتشر ان كلفن، مضروبة في درجة الحرارة بالكلفن، ومقسومة على افوجادروز نمبر، ال ايش هي؟ افوجادروز نمبر تايمز اي سكويرد، والاي هذه اللي هي باختصار اللي هي الالكترونيك تشارج، شحنة الالكترون، فالاي هي الالكترونيك تشارج، شحنة الالكترون وقيمتها بتساوي 1.602 10 to the minus 19th كولومب، فهذه الالكترونيك تشارج multiplied by the sum، شايفين هذه السيجما؟ This is the sum of zi ci zi squared، and this sum we take it for all the ion، يعني we sum this value for all the ion، ci اللي هي concentration of the ion، الزي اي از ذا تشارج نمبر اوف ذا ايون، يعني السي اي تركيز الايون اللي موجود في المحلول، زي اي اللي هي الرقم الشحنه العدد الشحني اللي موجود عليه اللي بنسميه تشارج نمبر، فتشارج نمبر للصوديوم زائد 1، للزنك مثلا زائد 2، السي ال ناقص 1، هذا ايش هو؟ التشارج نمبر. وهذا الصم بناخذه بنعتبره لمين؟ هذا لكل الايونات. فهذا باختصار علاقة بإمكانك تحسب منها the thickness of the ionic atmosphere. اتذكر شو هي الكونستانت هذه فيها، ما تنسى، كلهم نعرفهم ما عدا الكي بي. الكي بي از بولتزمان كونستانت، الاي هذه الالكترونيك تشارج، بضل عندك هاي السي اي اللي هي دائما السي مستعملة للكونسنتريشن، ماشي، بإمكانك تستخدمها بالمولاريتي، ماشي، مضروب زي اي، زي اي تشارج نمبر اللي هي عدد الشحنات اللي موجودة على الايون الواحد، فبامكانك من هذه العلاقه تستحسب الثيكنس اوف ذا ايونيك اتموسفير، واضحه؟ فبامكاننا نحسبها. اوكي، بل بدي المعادله بس هذه الثيكنس اوف ذا ايونيك اتموسفير، بدي اخذ المعادله بس اكتبها بطريقه مختلفه، بدي اجزئها لجزئين، راح تشوفوا هاي بتسهل كثير عمليه الحساب على يعني نحسب الثيكنس ذا ايونيك اتموسفير، فبدي اكتبها اجزئها لجزئين، شفتوها هي كاتبينها قوس واحد، احنا بدي اعملها قوسين، فبدي اخذ الاي نوت اللي هي الاي نوت تايمز اي تايم كي بي تايمز تي اوفر ال اي سكوير، هذه جزء للقوة نص، مضروبة في الجزء الثاني اللي هو الصم هذا summation of سي اي زي اي سكويرد to the half، لاحظت كيف؟ بس قسمته يعني اخذته عملته تو تيرمز مضروبات في بعضهم البعض، عملت المعادلة ايش مضروبة؟ في بعضهم البعض. وعلى فكرة خلينا ناخذ المعادلة هذه بدنا نصير نستعملها في الحسابات ليش؟ لما بيكون السولفنت مي، يعني بدنا نعوض محل هذه ايش؟ 78 للماء، بدنا نثبت هذه الاي عند ايش؟ 78، طبعا عندك سولفنت ثاني بتستخدم الاي للسولفنت فبنستخدمها، فإذا عملتها في المي فور ووتر اي 78 this becomes a constant، والتي بدنا نحسبها عند 25 ديجري سنتيجريد فبدنا نثبت الحرارة كمان، فهذه التي بيكم اولسو كونستانت. فلاحظوا لي اذا اخذتها للماء عند درجه حراره 25 كل هذا اللي بين القوس الاولاني هذا بصير قيمته ثابته، هذا بصير ثابت، لاحظتوا كيف بصير ايش؟ ثابت، وبامكاننا نحسب قيمه هذا الثابت، وتعالوا نحسب هذه، فشو بصير المعادله؟ تعالوا نحسب الثابت هذا كم بله؟ 1 اوفر كابا از ايكوال اي نوت ذيس از ذا بيرميتيفيتي اوف فاكيوم تايمز، قلنا بنستعمل المي الاي للمي 78 times KB 1.381 10 to the minus 23rd times H temperature in Kelvin 298 over L this is Avogadro's number divided by E قلنا عنه 1.602 10 to the minus 19
سكويرد، لاحظتوا كيف؟ فهذه قيمة الثابت حسبناه، فهلأ شو بتصير عندك؟ بإمكانك تحسب هذا قيمة الثابت، بتصير ال 1 over k 1 over كابا، ولاحظوا عوضناهم وهذول كلهم في الاس اي يونت، بنعوضهم كلهم في الاس اي يونت، وبنعمل هذا كمان الترم كمان زي ما راح اشوف كمان شوي في الاس اي يونت، فبصير 1 over كابا شو بتساوي؟ 1.3856 10 to the minus 8 multiplied في هذا. وعلى فكرة الأيونات هي شو بتختلف عن بعضها البعض، إذا ثبتت السولفنت بصير الأيونات بتختلف بس بهذا الترم، وهذا الترم بيعتمد على تركيز المحلول، بيعتمد على الـ charge number of the ions in that solution. فهذا القانون شو بعطيك؟ بإمكانك تحسب منه the thickness of the ionic atmosphere in meter، في أي وحدة حاط لك small هون small m، هذه ليش ما بتعطيك إياها إيش ماله in meter، فبتطلع 1.356 to the minus 8 مضروبة في إيش ماله في هذا، وهيك بتحسب من هذا القانون، بتلاحظ انه بصير اسهل كثير حساب الثيكنس العينك اتموسفير في هذا القانون. واذا بتحب اقسم هذا الترم او اضرب هذا الترم في 10 قوى 9، لاحظ او لاحظتوا كيف اللي هي بتصير قيمته هذا قديش بتساوي؟ اللي هي 0.135 اللي هي 1.35 تايمز هذا، وهيك بتصير تعطيك القانون هذا ايش ماله بالنانومتر، بصير تعطيك اياها ايش ماله بالنانومتر. فبتلاحظ انه هذا القانون استعماله كثير اسهل من انك تستخدم القانون هذا اللي فيه الثوابت. ولاحظوا على فكره ليش استعمل من هذه الشغله، راح تلاحظوا انه بعملها دائما في خلال الاشتقاق، لما بنستعمل عمليه بنحاول ايش نثبت فيها اشياء مشان يصير استعمالها اللي هي سهل. فهلا بامكانك تاخذ هاي العلاقه او هاي العلاقه وتحسب منها الثيكنس اوف ذا ايونيك اتموسفير ان متر، هاي بتعطيك اياها في المتر، هاي بتعطيك اياها مباشره ايش ماله في النانومتر. فصار حساب الثيكنس العينيك اتموسفير عمليه كثير سهله. اوكي تعالوا نحل المثال باستخدام نحسب الثيكنس العينيك اتموسفير لمحلولين. على فكره العمليه كثير سهله مو ما في داعي نحلها، بس بدنا نجرب عشان حتى نشوف كيف بنحلها مشان بس تنتبه للوحدات فيها. بقول لي estimate the thickness of the ionic atmosphere for the following aqueous solutions at 98 كلفن. فبدنا نحسب الثيكنس للايونيك اتموسفير لمحلولين مائيين، يعني نقدر نستخدم الكونسبت اللي طلعناهم قبل شوي for aqueous solution at 298. فعشان هيك نقدر نستخدم القانونين اللي طلعناهم قبل شويه. ماشي، اول محلول بنحسب له اللي هي هذا المحلول 0.01 مولر NaCl. عندي محلول تركيزه كم بيساوي؟ 0.01 مولر NaCl. فكيف بنحسب له؟ تعالوا نحسب هذا القانون، هذا القانون اللي اشتقيناه قبل شوي او الصوره اللي حطيناها فيها، وبتعطيك طول الثيكنس الايونيك اتموسفير في المتر. مش هيك؟ ما نحسب. حتى تعطيك اياها في المتر لازم هذا الكونستنت يكون في الاس اي، وكمان اللي تحت هذا كمان يكون الصم هذا كمان يكون في الاس اي يونتس. فكيف نحسبها؟ خلينا ناخذها ونحسب الصم هذا كم قيمته. يعني we want to calculate the sum of Ci Zi squared للمحلول هذا، وزي ما قلنا الصم هذا we take it over all the ions in the solution، تستخدمه وبتحطه لكل الأيونات اللي موجودة في المحلول مهما كان نوعها. إذا كان في اثنين تستعمل اثنين زي المحلول هذا، بس إذا في أكثر كمان بتأخذ المجموعة كل الأيونات اللي موجودة في المحلول. فنأخذها sum of Ci Zi squared for the ion، وهذا المحلول كم أيون موجود فيه؟ اثنين. ال Na ولاحظوا ال NaCl اللي بيتفكك راح يكون تركيز ال Na فيه كم بيساوي؟ 0.01 في تشارج نمبر، وقديش الشحنه على ايون الصوديوم؟ زائد 1 تربيع، واضحه؟ اللي زائد 1 تربيع، زائد خلصنا هذا الايون الاول، زائد الايون الثاني اللي هو Cl ناقص، والCl ناقص تركيزه كمان 0.01 مولر مضروب في التشارج نمبر للسي ال ناقص اللي هي ناقص 1 تربيع، وطبعا ناقص 1 تربيع بصير 1، فبيطلع هذا الترم 0.01 هذا 0.01 ومجموعهم 0.02. وشو الوحده له هذا الترم؟ بتلاحظ السي اي استعملناها بالمولر، هي بالمول لكل مللتر او ديسيمتر مكعب، الزي اي از ا نمبر ات دزنت هاف ا يونت. التشارج نمبر شو هي؟ نمبر، الارقام الاعداد هذه ما إلها وحدة، فعشان هيك بتطلع وحدتها وحدة مولاريتي هذا. فهذا الصم وحدته وحدة ايش مالها؟ مول اوكي بير كيوبيك ديسيمتر، فبتاخذها ايش مالها في الصورة هذه؟ مول بير كيوبيك ديسيمتر.
وهلا ما دامك عرفت البسط معروف والمقام هاي عرفناه، بامكاننا نحسب اللي هي الصم. بس على فكره ما بصير نستخدم هذا الرقم زي ما هو، الوحدات مش متفقه، قلنا هذا بالاس اي يونت، هذا مش بالاس اي يونت. ليش مش بالاس اي يونت؟ الديسيمتر مكعب، الديسيمتر مكعب از نوت بيز اس اي يونت، لازم تحولها ايش؟ لا بيز اس اي يونت. وبتكون هذا بالاس اي يونت هاي لما تكون بالمول بير كيوبيك متر، لما تعملها للكيوبيك متر. وعلى فكرة هتتحول إلى كيوبيك متر، شوفها بس تضربها في 10 قوة 3، اضربها في 10 قوة 3 اللي هي هذا، بتضرب هذا ايش ماله في 10 قوة 3 ماشي. فعشان هيك لما نحسب كابا 1 اوفر كابا بتطلع قديش؟ 1.356 تايمز 10 تو ذا ماينس 8 اوفر ذس تيرم، هذا الصم بس باللوكي، فهو طلع قديش؟ 0.02. حتى احوله لكيوبيك متر بضربه في 10 قوة 3، واضحة؟ ليش ضربنا في 10 قوة 3؟ عشان نحوله بالمول بير كيوبيك متر، نعمله بالاس اي يونت. وبالطريقة هذه بتاخذ هالرقم بتحسبه مع الكالكوليتر تاعك، بيطلع الجواب 3.03 10 to the minus 9th meter. This is the thickness of the ionic atmosphere. وإذا حولتها للنانومتر بتطلع 3.03 نانومتر. فthis is the thickness of the ionic atmosphere. واضحة؟ كثير سهلة ما فيها. اوكي نحل مثال بس محلول ثاني بس ونعمله بسرعة. خلونا ناخذ هذا 0.01 مولر زنك كلورايد. والزنك كلورايد لما بيتفكك بيعطيك زنك زائد 2 وسي ال ناقص، مش هيك؟ تعالوا نحسب له الصم، summation of سي اي زي سكوير زي اي سكوير. المحلول اوكي الايون الاولاني مين هو؟ الزنك. راح يكون تركيزه قديش بيساوي؟ 0.01. التشارج نمبر على الزنك زائد 2، 2 زائد 2 للقوة 2 بيطلع قديش؟ هذه اللي هي 4، زائد الايون الثاني. ولاحظوا تركيز الزنك كلورايد 0.01 بس لكل واحد مول بتفكك بعطيك 2 مول، فراح يكون تركيز الكلوريد كم بيساوي؟ 0.02 مضروب في شحن في التشارج نمبر الكلورايد ايون ماينس 1 اللي هي سكوير، واضحه؟ وبتجمعهم اظن هذا بيطلع 0.04 الترم، هذا بيطلع 0.02 ويجمعهم 0.06 مول بير كيوبيك ديسيمتر. وهلا نفس الشيء بتحسب ال 1 اوفر كابا بنفس الطريقه زي ما عملنا في المحلول الاول، يعني 1.35685 to the minus 8 divided 0.06، بس ما تنسى بدك تحولها بالمول لبير كيوبيك متر، بتضربها في 1000 ماشي، بتضربها في 1000 وبطلع الجواب كم بيساوي؟ 1.76 to the minus 9 وحدتها راح تكون ايش هي؟ مولر. اوكي وبتساوي كم؟ 1.76 نانومتر. لاحظت كيف؟ بلا بس اوكي هاي طريقة احتساب الثيكنس. بس تعال نشوف بلا، اخذنا المحلول قديش طلعت الثيكنس اللي ذن. لاحظوا المحلولين نفس التركيز، المحلولين اخترتهم انا يكونوا ايش مالهم؟ نفس التركيز. بس لاحظوا للان اي سي ال قديش الثيكنس؟ 3.03 او 3 نعتبرها، هذه 1.76 1.8 نعتبرها. فشو بتلاحظ؟ انه الثيكنس اقل للزنك كلورايد. ليش بتوقع تكون اقل؟ اكيد سبب الشحنه. لاحظوا هون الشحنه قديش؟ زائد 2 ناقص 1، هنا زائد 1 ناقص 1، فهون التجاذب اقوى، والتجاذب الاقوى بيخلي الايونات تقرب على بعضها البعض. لاحظت كيف؟ فعشان كل ما كانت الشحنه زي ما قلنا قبل شوي اكبر بصير التجاذب ايش ماله اكبر. بس حتى نشوف العوامل اللي بتاثر على الثيكنس اينك اتموسفير راح نشوفها بالسلايد اللي بعد هذه، بل حتى نفهم العوامل اللي بتعتمد عليها اللي هي الثيكنس اوف ذا اينك اتموسفير. تعالوا نطلع على الجدول التالي، بدنا ناخذ الكترولايتس والديفرنت كونسنتريشنز، ناخذ ديفرنت الكترولايتس. على فكره اذا بتلاحظوا المعادله السابقه ما بتعتمد على نوع الاين بس بتعتمد على الشحن تاعه، على تركيزه وشحنته، ما بتعتمد على اوكي يعني الثيكنس الاينك اتموسفير تعتمد على نوع الاين؟ لا، بس بتعتمد على تركيزه وعلى الشحنه تاعته. فعشان هيك شو بتوقع؟ مثلا نقسمهم الالكترونات للانواع التالية: يوني فيلنت، يوني معناتها واحد، يعني الالكترولايت اللي فيها الشحنه زائد واحد وناقص واحد. لاحظت كيف؟ فشو بتطلع الثيكنس الاينك اتموسفير لها؟ عند ال 0.1 مولر بتطلع 0.962، عند ال 0.01 مولر 3.03. لاحظوا شو عملنا بين الفرق بين الرقمين هون، هنا
خففنا التركيز هذا عن هذا خففناه 10 مرات، قديش كانت؟ 0.9 وصارت 3 تقريبا، يعني تضاعفت الثكنس كم؟ 3 مرات. فشو بتلاحظ؟ كل ما قللت التركيز شو بصير؟ الايونات بتبعد عن بعضها البعض، الثكنس الاينك اتموسفير بصير اكبر. ولاحظ اذا اخذته هذه 0.01 نعمله 0.001 خففناه كمان 10 مرات، بصير الثكنس الاينك اتموسفير از 9.61. فعشان هيك شو بتلاحظوا من هذا؟ كل ما زاد التركيز الايونات شو بتعمل؟ بتبعد عن بعضها البعض. خلينا بلا ناخذ النوع الثاني، ناخذ يوني باي فيلنت. يوني باي فيلنت زي ما تقول اللي هو الكي 2 اس او 4. لاحظتوا كيف هذا ايش؟ اليوني اللي يعني الايون الموجب زائد 1، باي معناته 2، فعشان هيك ناخذ زائد 1 ناقص 2 زي الكي 2 اس او 4 على سبيل المثال، او الكي 2 اس كي 2 او. لاحظتوا كيف بنشوفه؟ ولاحظوا على فكره ما بتفرق لو كان عندك باي يونيفالنت. باي يونيفالنت يعني يكون الايون الموجب عليه زائد 2 والايون السالب زي الزنك كلورايد اللي اخذناه قبل شويه، فهذول ما راح تفرق، راح يطلع لهم نفس الثيكنس. ولاحظوا قديش بتطلع؟ 0.556 1.76 5.35. بلا ناخذها كمان مين؟ باي باي فالنت، يعني يكون زائد 2 ناقص 2، ولاحظوا على فكره بصير 0.481. هون بدنا ناخذها يوني تير فالنت، ناخذها يوني تير معناتها 3، يعني ناخذها زي ال Na3BO4. لاحظتوا كيف البي او 4 عليها الشحنه قديش؟ تير فالنت ايون، تير فالنت يعني عليه الشحنه قديش ماله؟ اللي هو ناقص 3. ولو عكستهم كمان تير فالنت يوني فالنت واحد بيطلع، اللي بيطلع نفس الارقام هذه. لاحظوا على فكره هون كل ما نزلنا لاسفل شو بصير؟ الشحنات بتزيد. ولاحظوا على فكره شو اللي بصير؟ قديش كانت مثلا هون 0.9 صارت 0.5 صارت 0.481 0.3. فلاحظوا لي كل ما التشارج نمبر على الايونات زاد بزيد او بقل اللي هي الثيكنس. نفس الشيء بتلاحظ هون، فبتلاحظ الثيكنس الاينك اتموسفير اذا بتعتمد على تو فاكتورز، بتعتمد على التركيز، وكل ما زاد التركيز شو بصير؟ بتقل الثيكنس الاينك اتموسفير. اوكي، بتعتمد الشغلة الثانية بتعتمد عليها الشحنة، وكل ما زادت الشحنة كمان بتقل الاينك اتموسفير. بس على فكرة كمان شو تتوقع تعتمد على التمبريتشر؟ شفتوا القانون في التمبريتشر، عوضنا في التمبريتشر 298، فلو رفعت التمبريتشر بتتناسب طردي، يعني كل ما رفعت الحرارة بصير في عندك كينتك انرجي والايونات بتبعد عن بعضها البعض. فعشان هيك اوكي بنلاحظ بلا شو بنستنتج من الارقام هذه على فكرة، او شو بنعرف عن الثيكنس؟ The shorter the thickness of the ionic atmosphere, the stronger the interaction between ions. كل ما كان الثيكنس الايونيك اتموسفير اقل شو بنستنتج؟ بيكون التجاذب بين الايونات اقوى، ماشي، بيكون الانتر اكشن بيناتهم اعلى. هاي اول ملاحظه بنلاحظها عن القانون، اوكي، او بنعرفها من هذه عن الثيكنس ايونيك اتموسفير. كمان the higher the concentration the shorter the thickness of the ionic atmosphere. كل ما زدنا التركيز بقل الثيكنس للايونيك اتموسفير. واضح؟ اوكي، شو كمان شفنا؟ the higher the charge number، كل ما كان charge number على ايون اكبر كل ما كانت the shorter the thickness of the ionic atmosphere. ماشي، اللي هي هذه. اوكي، على ايش بيعتمد بالله فقط؟ بيعتمد كمان it depends on the solvent. لاحظوا في السولفنت عوضنا محل حل الاي للمي، عوضنا 78. لاحظ للايثانول الدايكتريك كونستنت اوف ايثانول از لوور، ماتش لوور ذان ذات اوف ووتر. فعشان هيك شو بتوقع يصير؟ كل ما كان الثيكنس للايونيك اتموسفير، كل ما كان السولفنت له دايكتريك كونستنت اعلى بتزيد اللي هي الثيكنس للايونيك اتموسفير، كل ما كان اقل بتقل الثيكنس للامين للايونيك اتموسفير. يعني على فكره كانه الدايكتريك كونستنت بعطيك مقياس لقدره السولفنت على فصل الايونات، كل ما كان له دايكتريك كونستنت اعلى كل ما كانت قدرته على فصل الايونات اكبر. بلا في كمان شغله بجوز مش كاتبها هون انا، بس بتعتمد على الحراره، كل ما رفعت الحراره كل ما صارت الثيكنس للايونيك اتموسفير اكبر. فهذه باختصار العوامل اللي تعتمد عليها الثيكنس اوف ذا ايونيك اتموسفير.
اوكي احنا شو عملنا لحد الان؟ نحكي عن سترونج الكترولايت وبدنا نفسر ليه المولر كوندكتيفيتي بتقل كل ما زاد التركيز. قلنا حسب دي بايو هاكل السبب فيها شو هو؟ اللي هي توزيع الايونات في المحلول، اللي هي وجود الايونيك اتموسفير حول كل ايون، هي اللي بتقلل التركيز. فهلا بدنا نفهم هاو داز ذا ايونيك اتموسفير افكت ذا كوندكتيفيتي اوف ايون، كيف الايونيك اتموسفير بتقلل توصيل الايونات للكهرباء. وعلى فكره وضعوا اي دي بايو هاكل وضعوا تفسيرين او طريقتين من خلالهم الايونيك اتموسفير بتقلل توصيل الايونات للكهرباء. فشو هم التو فاكتورز هذول؟ اول فاكتور فيهم بنسميه الريلاكسيشن او الايسيمتري افكت. اول فاكتور بنسميه ريلاكسيشن اور سيمتري افكت. على فكره اللي هي بدنا نشوف بس كيف بتكون. اذا كان الايونات ما بتتحرك، يعني ما في فرق جهد هون على اقطاب، تخيل هذا بمثل هذول الكوندكتيفيتي سيل فيش هلا كهرباء، شو بتوقع تكون؟ بتوقع يكون الايون بالنص هذا، والايونات السالبه بتكون حوالي عامله حوالي كانها كره، والكره زي ما بتعرفوا موجود فيها نظام، لاحظتوا كيف؟ فعشان هيك when the ions are stationary the ionic atmosphere is symmetrical. لاحظتوا كيف؟ كيف بتكون شكلها؟ منتظم كروي، الايون موجود في المركز والايونات الاتموسفير عامله حوالي زي الكره. هلا شو بصير لما نحط شحنه على الايونات هذا؟ وخلينا نقول بدنا نحط على الطرف على القطب هذا نحط عليه شحنه سالبه، وهذا نحط عليه شحنه موجبه. فشو بتوقع يصير؟ بتوقع الايون اللي بالنص هذا شايفينه راح يبدا يتحرك وين؟ نحو القطب السالب. الايونات السالبه هذه راح تتحرك وين؟ بالاتجاه المعاكس نحو القطب السالب. فعشان هيك لما بتبدا الايونات تتحرك شو بصير الايونيك اتموسفير؟ The ionic atmosphere becomes asymmetrical. واضحه؟ فعشان هيك نلاحظها، لاحظتوا كيف؟ when the moving are okay when the central ion is moving to the right، لاحظ شو اللي بصير؟ The ionic atmosphere relaxes، يعني الايونيك اتموسفير بتتخربط، بتبطل تصير منتظمه. It relaxes and it becomes asymmetrical، بتبطل تصير منتظمة زي ما كانت. وعلى فكرة هذا هو اللي بيخلي الكوندكتيفيتي تقل. ليش بتقل؟ طلعوا لي هذا شو بدي يعمل؟ هلا هذا الايون الموجب وين بدي يروح؟ على الايون السالب، فبتحرك حويله بسرعة. ماشي؟ لما يوصله بوصل الكهرباء، لما الايون هذا يوصل بوصل الكهرباء. بس لاحظ شو بتجمع حويله؟ لاحظ متجمع حويله ايونات سالبة. هذه الايونات السالبه وين بتجذبه؟ بتجذبه للعكس، بتجذبه باتجاه المعاكس. هو بده يروح باتجاه القطب السالب، وهذه شو بتعمل؟ بتشده لوين؟ بالعكس. فعشان هيك شو بتعمل؟ بتقلل من حركته، بتقلل من سرعه حركه نحو القطب. فبالتالي اللي بتعمله كانها ايش بتعمل؟ كانها بتسحبه للخلف، وبالتالي بتقلل من توصيله للكهرباء. هذا السبب بنسميه ريلاكسيشن او الايسيمتري افكت، وكتبت لكم عنه ملاحظه، الملاحظه التاليه. فهاو داز ات افكت ات ناو؟ هلا اف ذا ايونز از ستيشنري، لاحظوا لما بيكون الايون ستيشنري، ستيشنري يعني از نوت موفينج، ذا ايونيك اتموسفير از سيمتريكال، بتكون ايش مالها؟ منتظمه. هلا وين ذا ايون موفز تو ذا رايت، وين ذيس ايون ستارت تو موف تو ذا رايت، بصير الوضع زي هيك. And the ionic atmosphere relaxes to the right under the effect of electric field. The atmosphere becomes asymmetrical. هلا شو بصير كمان؟ The charge behind the ion. شايفين هذول الأيونات اللي خلف الأيون الموجب وين بسحبوه؟ للخلف. They drag the central ion back. Drag يعني بسحبوه لوين؟ للخلف. للخلف. And thus they reduces its conductivity. لما بسحبوا بيقللوا من سرعة تحركه نحو القطب، وبالتالي بيقللوا من توصيله للكهرباء. شو كمان تغلى تانية بنتوقعها؟ وعلى فكرة هذا اللي بنشوفه، كل ما كان ايش؟ كل ما كان التركيز أعلى، هذه الأيونات السالبة بتقرب على الأيون الموجب، فبصير اللي هي الدراجينج جذبه للخلف بصير أقوى، وبالتالي تحركه نحو القطب بصير أبطأ، وبالتالي
توصيل للكهرباء بصير أقل، ما أعرف كيف. هذا الفاكتور اللي هو نسميه ريلاكسيشن أور السيمتري إفكت، واضحة؟ فكثير سهل اللي هو فهم الثاني. أوكي، السبب الثاني اللي هو، بس بدي أستغل أب. أوكي، اللي فهذا هو السبب الأول. أوكي، إذا السبب الأول كان ريلاكسيشن أو الإيسيمتري إفكت سمينا، السبب الثاني بنسميه الإلكترو إلكتروفوريتيك إفكت. قلنا إنه الأيونيك أتموسفير بتقلل من توصيل الإيونات للمحلل الطريقين. الطريقة الثانية هلا أو الطريقة الثانية بتأثر فيها على توصيل المحلول اللي هي بنسميها الإلكتروفوريتيك إفكت. فواتس ذا إلكتروفوريتيك إفكت؟ قلنا هلا الإلكترون هلا الإيونات وهي ثابتة الأيونيك أتموسفير السيمتريكال. هلا لما تتحرك ايش بصير؟ ذا اينك اتموسفير ريلاكسز، تبدا تتشوه، لاحظت كيف تغير؟ بتبطل تصير ايش مالها؟ سيمتريكال. وعلى فكره هذا الايون وين بده يروح؟ بهالاتجاه. الايونات السالبه بتروح وين؟ بالاتجاه المعاكس. ما ننسى انه الايونات هذه في بيناتها وبين الماء تجاذب، الايون الماء قطبي، فعشان هيك بيتجاذب مع الايونات الذائبه في الماء. فلاحظوا لي هذا الايون الموجب راح يتجاذب مع جزيئات الماء، بتجاذب مع جزيئات من الطرف السالب. الماء له طرفين، طرف موجب وطرف سالب. الاكسجين الطرف السالب والهيدروجين هي الطرف الموجب. فالايون الموجب هذا بيتناذب مع مين؟ مع ذرة الاكسجين اللي عليها شحنة جزيئية سالبة. وعلى فكرة هذا التجاذب قوي. وعلى فكرة قبل ما اتوقع هذا، لما الايون يتحرك بجر كل جزيئات الماء معه. لاحظت؟ ماشي. نفس الشيء على فكرة الايون السالب، الايون السالب كمان بيتجاذب مع جزيئات الماء او السولفنت، وبتجاذب بس من خلال الهيدروجين اللي هي الطرف الطرف الموجب لجزيء الماء. فهذا كمان مربوط مع عدد ايش؟ من جزيئات الماء بالشكل هذا. فلاحظوا لي هذا بده يمشي بهالاتجاه، الايونات السالبة بدها تمشي وين؟ بالاتجاه المعاكس. ولما الايونات السالبة تمشي جر تسحب معها جزيئات الماء، ولما بتسحب جزيئات الماء معاها بتغلق بتخلق شيء زي تيار، مش تيار كهربائي، تيار مائي. لاحظت كيف؟ ماشي. يعني تخيل انه واحد بيسبح بنهر، فقدامه طريقين، يا بيسبح مع اتجاه التيار اللي في النهر، اتجاه الماء في النهر، او بيسبح بعكسه. فلاحظوا لي هذه لما الجزيئات السالبة، اذا وهي لما بتتحرك في الاتجاه المعاكس بتخلق تيار مائي. لاحظت كيف؟ وعلى فكرة هذا شو بيعمل؟ بيعيق من حركته، زي اللي بيعك يعني اللي بيسبح في عكس اتجاه التيار في النهر. لاحظت كيف؟ فهذا بيخلي سرعته ايش؟ ما تقل، وبالتالي لما بتقل بتخلي توصيله للكهرباء كمان يقل. هذا السبب شو بنسميه؟ بنسميه الالكتروفوريتيك افكت. عشان نوضحه بس، اللي هي كتبت لكم عنه كم من سطر بس كيف اللي بيصير. فشو اللي بصير؟ هلا الايونز ار اتراكتد تو ذا سولفنت باي ايون دايبول فورسز. هذه الايونات بتتجاذب مع الماء بايش؟ مع ايون دايبول فورسز، قوة تجاذب بسموها ايون دايبول، لانه في ايون عليه شحنة ايونيك تشارج، وعليه هذيك عليها دايبول تشارج. فعشان هيك اوكي، فعشان when the ions move they drag the solvent with them. لما الايونات هذه تمشي شو بتعمل؟ بتسحب جزيئات الماء اللي بتتجاذب معاها. وعلى فكرة هذا شو بيعمل؟ and when the ions in the ionic atmosphere they move they drag the solvent with them creating a current. لما الأيونات السالبة تتحرك شو بتعمل؟ بتعمل تيار مائي بهالاتجاه المعاكس لحركة الأيون الموجب، فبتخلق زي تيار مائي creating a current. the central atom is moving upstream. يعني تيار الايون الموجب شو ماله؟ ماشي بعكس التيار المائي هذا. and which slows the ion. هذا بقلل من او بصعب حركة الايون، ببطئ من حركة الايون، وبالتالي بيوصل اللي هي بقلل من توصيل الكهرباء. فهذول هم الطريقتين اللي من خلالهم الايونيك اتموسفير بتقلل من توصيل الايونات للكهرباء. وهيك وعلى فكره زي ما بتلاحظوا التجاذب بين الايونات والايونيك اتم، بين الايونات اللي بين الايون في الوسط والايونات اللي في الاتموسفير بيزداد كل ما كان الثيكنس الايونيك اتموسفير اقرب. فعشان هيك
كل ما كانت أقرب يكون التجاذب بين الأينك أتموسفير والأيون اللي في المركز أكبر، وبالتالي بتعيق حركته بشكل أكبر. فهذه هي الطريقة اللي بتقلل فيها. anyway دي باي هاكل أنس دي باي هاكل ومعهم كمان عالم ثالث اشتقوا علاقة، لاحظتوا كيف اللي هي تربط ما بين لامدا وبين التركيز. فشو وجدوا؟ واشتقوا العلاقة هذه، وهذه العلاقة شو بنسميها؟ بنسميها دي باي هاكل أونساجر إيكويشن. العلاقة هذه بنسميها دي باي هاكل أونساجر إيكويشن، بتقول لك إنه لامدا شو تساوي؟ لامدا نوت ماينس بي ماينس كيو في لامدا نوت، هذه بين قوسين تايمز ذا سكوير روت اوف سي. لاحظوا لي لما التركيز يكون قريب من الصفر هذا الترم شو بيكون؟ قليل. لما السي قليل جدا قريبة من الصفر بيكون هذا صغير جدا، ولمدا نوت ناقص رقم صغير جدا بظل هاللمدا نوت شو مالها مساوية ايش؟ بظل يصير اللمدا مساوية للمدا نوت. هلا لما بتكبر السي بصير هذا الترم كبير، ولاحظوا هذا الترم مطروح، فكل ما كان السي اكبر انت بتطرح من اللمدا نوت رقم اكبر. وهذول هم البي والكيو دي ار كونستنت، كونستنت بيعتمدوا على الايونات وبيعتمدوا على جناكة لهم علاقة اشتقهم بيعتمدوا على other constants، بس ايش اشتقاقهم صحيح بدي تتذكروا لي اياها. فهي لامدا مش بتعتمد زي ما كنا نرسمها احنا مع التركيز، هي لازم نرسمها مع مين؟ مع جذر التركيز. ولو كانت العلاقة هاي صحيحة شو لازم تكون؟ لازم تكون علاقة بين لامدا والسكوير روت اوف سي، علاقة خطية، علاقة وشاب سبب شارع بتكون خط متناقص ماشي. فعشان هيك واختبروها، كيف بامكانك تختبرها؟ تاخذ لك ملح، لاحظت كيف معين الكترولايت معين، وقيس لامدا الديفرنت كونسنتريشن، وارسم لامدا مع السكوير روت اوف سي، ارسمها مش مع سي، مع السكوير روت اوف سي ارسمها. حسب العلاقه هاي شو بتقول لك؟ العلاقه لازم تكون خطيه، فهذا ايش بتمثل؟ اللي هي دي باي هاكل هونساجر ايكويشن، الخط خط السوليد هذا بيمثل الايش؟ هذا السلوك اللي متوقع من ايش؟ من دي باي هاكل هونساجر ايكويشن. لما بتقارن مع القيم المقاسة شو بتلاحظ؟ بتلاحظ انه الشكل بيبدأ بهالصورة هذه، وفي المنطقة هاي زي ما انتم ملاحظين انه في اتفاق بين التجربة وبين دي باي هاكل أونساجر إكويشن. بس لما بزيد التركيز بتلاحظ انه بصير في شذوذ عن الدي باي هاكل أونساجر إكويشن، بصير في فرق. فعشان هيك العلاقة هذه كثير جيدة بتنطبق لما التركيز يكون قليل، لما التركيز يصير كبير لا بتبطل تنطبق بشكل جيد. فهي زي ما تقولوا علاقة بتنطبق فقط عند ايش؟ التراكيز المختلفة. وهذا بدلك على كمان بيعطي صحة لدي باي هاكل ثيوري. بس كمان شو بتقول لك؟ ليش بصير الشذوذ لما بصير شوية تركيز عالي؟ كأنه بتقول لك انه في غير السببين، يعني حكينا عن سببين اللي هم الريلاكسيشن او الاسيمتري افكت والالكتروفوريتيك افكت، بتقول لك انه في اسباب اخرى ممكن بتاثر على توصيل الايونات للكهرباء. في السلايد القادم راح ناخذ واحد من الاسباب هذه ماشي. والسبب هذا على فكره تاثيره بيكون قليل، يعني هسه بدنا نحكي عنه بيكون تاثيره قليل لما التركيز يكون قليل، فعشان هيك بتنطبق المعادله بشكل جيد. لما بزيد التركيز السبب الثالث بصير مهم اللي بدنا ناخذه كمان شوي، واضحه؟ فهذه كثير علاقه جيده اللي هي وبتربط لك ما بين لامدا وبين التركيز. وما تنسوا هذه اسمها دي باي هاكل أونساجر ايكويشن. اوكي إيه قلنا انه السببين اوكي دي باي هاكل أونساجر ما انطبقت بشكل جيد عند التراكيز العاليه، وقلنا اكيد شو السبب؟ قلنا انه دي باي هاكل اقترحوا سببين، اكيد في سبب اسباب اخرى بتخلي الكوندكتيفيتي تقل كل ما زيد التركيز. ففي عالم اسمه نيلز بيجرام واقترح سبب ثالث، لاحظت معظم ما له علاقه هو في دي باي هاكل ثيوري، هذا السبب يعني هذا تم اقتراعه بعدين. والسبب الثالث هلا شو بنسميه؟ بنسميه الايون اسوسيشن. الايون اسوسيشن اسوسيشن عكس ديسوسيشن، ديسوسيشن تفكك، ايون اسوسيشن زي ما تقولوا اندماج، كانهم الايونين ايش بيعملوا؟ بيندمجوا مع بعضهم البعض. والعرف الاسوسييتد ايون وات دو مين باي اسوسييتد ايونز؟ باختصار وين ذا ايونز اتراكشن، وين ذا اتراكشن بتوين ايونز از سترونج ايونز كان بي كونسيدرد اسوسييتد. لا
لما التجاذب يكون قوي بين أيونين بعتبرهم إنهم هذول الأيونين إيش ما لهم مرتبطين أو متحدين. أعطيكم مثال عليها، خلينا نأخذ مثلا الزنك، أيونات الزنك صلفيت، الزنك والصلفيت هذا في معلول الزنك صلفيت في هذول الأيونين، وعلى فكرة شعل عليهم زائد 2 وناقص 2. هذول الأيونين إذا قربوا على بعض البعض مسافة كبيرة، مسافة صغيرة قصيرة جدا، تصير المسافة بيناتهم، بصير التجاذب بيناتهم شو ماله قوي. وإيش لأنه تجاذب قوي بقدر أعتبرهم كأنهم وحدة واحدة، ولما تعتبرهم وحدة لاحظوا هون الشحن زائد 2 وناقص 2 شو بصير؟ الشحنة بتلغي بعضها، يعني الشحنة السالبة هذه بتعادل الشحنة الموجبة، وهذول الأيونين المرتبطات مع بعضهم بصيروا كأنهم نيوترال سبيشيز، جزيء إيش ماله ما عليه شحنة وبالتالي ما بيوصل كهرباء. فهذولا بسبب قربهم من بعضهم البعض ما وصلوا كهرباء، وبالتالي بيؤدوا إلى تقليل المولر كوندكتيفيتي. يعني أنت حسبتهم في المولر كوندكتيفيتي بس عمليا هما ما ساهموا في المولر كوندكتيفيتي، واضحة؟ فهذه بنسميها الظاهرة بنسميها الايون اسوسيشن. نيلز بيجرام عمل كمان شغلة ثانية، شو عمل؟ يحسب، استطاع انه اقترح علاقة، هي مش علاقة يعني صحيحة بس مقترح، انه مسافة اذا الايونين قربوا بعض بعضهم البعض اقل من المسافة هذه بعتبرهم اسوسييتد ايونز، وهذه المسافة بنعطيها الرمز ايش؟ ار ستار. What does this r star depends on? It depends on and the charge of the ions. It depends on ZC, the charge of the cation, multiplied by the charge of the anion. يعني شحنة الأيون الموجب في شحنة الأيون السالب في الإي سكويرد، والإي زي ما قلنا قبل شوية الإلكترونيك تشارج، شحنة الإلكترون، divided by 8 pi في E نوت permittivity of vacuum، E dielectric constant للسولفنت للذوبات في الأيونات، times KB بولتزمان كونستانت تايمز ذا تمبريتشر ان كلفن. فهذا القانون شو بامكانك تحسب منه؟ قيمه ار ستار. هذا الار ستار اللي المسافه اللي عند اقل منها بعتبر الايونز اسوسييتد، وبالتالي توصيلهم للكهرباء بيكون اقل من المتوقع. بقول اقل من، لاحظوا هون زائد 2 وناقص 2 بيلغوا بعض، بس لو هاي زائد 2 وناقص 1 ما راح يلغوا بعضهم تمام، بضل الايون وصل الكهرباء بس اقل من المتوقع بوصل الكهرباء. فهذه هي الايونات. ولاحظوا على فكره على ايش بتعتمد الار ستار؟ على الشحنتين، شحنه الايون الموجب وشحنه الايون السالب. كل ما كانت الشحنه اكبر كل ما كانت المسافه اكبر، يعني لما تكون الشحنه كبيره حتى وهم بعاد عن بعضهم البعض بعتبرهم اسوسييتد ايونز، بعتبرهم ايه اللي هم اسوسييتد ايون. فعشان هيك شو بنعتبر العلاقه هذه؟ if the distance between ions is less than r star، إذا كانت المسافة بين أيونين أقل من R star they are considered associated أو they are considered an ion pair. لاحظت بعتبرهم إنهم عبارة عن ion pair وراح يكون توصيلهم للكهرباء أقل من المتوقع. الشغلة الثانية قلنا إنه تعتمد على شحنة الكاتيون وشحنة الأنيون، فعشان هيك شو بتوقع الايون اسوسيشن يكون كبير لما بتكون الشحنات على الايونات كبار كبيره زي زائد 2 وناقص 2 مثلا، او زائد 2 وناقص 1 ناقص، اوكي زائد ناقص 1 وزائد 3، هذه راح يكون فيها المحاليل اللي زي هيك راح يكون فيها كونسيدرابل ايون اسوسيشن، راح يكون فيها كميه كبيره من الاسوسييتد ايونز او الايون بيرز. بس عادة الايون بيرز تقدر تعتبرها مهملة لما بتكون ايش؟ تكون اللي هي الشحنات على الايونات زائد وناقص واحد، لازم يقربوا على بعضهم البعض مسافة كبيرة حتى يصيروا ايش مالهم؟ اسوسييتد ايونز، واضحة؟ فعشان هيك هذا سبب اخر ممكن نعزي له اللي هي نقصان توصيل الكهرباء، توصيل الايونات للكهرباء لما التركيز بيزيد. اوكي بلا بس الكوندكتيفيتي شغله جزء ما حكيتهاش في المحاضره السابقه، كيف بنقيس الكوندكتيفيتي؟ كلكم بتعرفوا انه فرق الجهد اللي بنحطه على الاقطاب او فرق الجهد او الكهرباء نوعين، في او التيار الكهربائي نوعين، في اللي بنسميه الدايركت كرنت وفي الالترنيتنج كرنت، بنسميهم او بعطوهم الرمز دي سي دايركت كرنت
وبيكون في ايش؟ اي سي الترنيتنج كرنت. الدي سي كرنت او في الدي سي كرنت بضل دائما قطبين الايش؟ يعني قطبين البطاريه او قطبين الولز الكهرباء بضل واحد موجب وواحد سالب. وعلى فكره بضل الموجب موجب على طول الوقت والسالب سالب بضله على طول الوقت. النوع الثاني لا، اللي بسموه الترنيتنج تبادل، يعني الترنيتنج يعني بصير في زي تبادل كأنه القطب الموجب والقطب السالب بظلهم يتبدلوا. بعد كي ماشي بظلوا ايش معهم اللي هم يتبدلوا، وعادة بتبدلوا عند فريكونسي معين، عند على تردد معين. اتوقع مثلا اللي هي الكهرباء، الكهرباء في الأردن اللي بنستخدمها لما بتاخذ تحط لك جهاز في الكهرباء، هذا بياخذ alternating current، بعطيك اياه alternating، واظن الفريكونسي تاعه بحدود ال 50 هرتز، يعني كانه بتبدل 50 مره في الثانيه، يعني القطب الموجب والسالب بتبدله 50 مره في الثانيه الوحده. فعشان هيك بلا فكرك، وشو يعني شو التيار اللي مستعمله في الكوندكتيفيتي؟ هل مستخدم اي سي ولا دي سي؟ في الواقع الدي سي مستعمله في او استعملناه حتى في الالكتروليسز، في الكوندكتيفيتي مستخدم الاي سي، مستخدم التيار المتردد. ليش بنستخدم التيار المتردد؟ والسبب واضح، لانه ما بده يصير عندنا اللي بصير اللي في الالكتروليسز، ما بدنا يصير تفاعل. لانه لاحظوا على فكره في تجربه الكوندكتيفيتي والالكتروليسز بيشبهوا بعض، قطبين فيهم كهرباء وبيناتهم محلول، فعشان هيك بس بالالكتروليسز بصير تفاعل لانه مستخدم دي سي كرنت، واحد قطب بضل موجب على طول والثاني سالب. في الكوندكتيفيتي لا، بنستخدم الاي سي، القطب بضله يتغير، يعني الطرف الموجب والسالب بضله ايش ما لم يتغيروا، بتغيروا في سرعه. لاحظت كيف؟ فشو بصير ابعض احيان احضر شو بصير لو قسنا الكوندكتيفيتي ات هاي فريكوانسي اند هاي بوتنشال، يعني خلينا فرق الجهد بين القطبين عالي جدا وتردده ايش ماله سريع. فبصير شغلتين، ناخذ الاول التاثير البوتنشال. لاحظت كيف؟ كل ما كان البوتنشال اعلى كل ما صارت سرعه الايونات اعلى. لاحظوا على فكرة يعني سرعة الأيون لما بنتقل نحو الأقطاب تعتمد على البوتنشال، فكل ما كان البوتنشال أعلى كل ما كانت اللي هي سرعة الانتقال أعلى. فلاحظوا المصير لما بيكون البوتنشال عالي بصير الأيون يقطع مسافات كبيرة جدا في فترة زمنية قصيرة. فعشان هيك لما بزيد البوتنشال بصير لاحظ موجود ما فيش تيار حاليا، بيكون ايش عندك سيمتريكال اتموسفير. هلا بس تحط البوتنشال العالي بيقفز قفزة كبيرة وبيبعد وين؟ عن الايونيك اتموسفير تاعته، فبصير تاثير الايونيك اتموسفير معدوم او قليل جدا. فعشان هيك ات هاي بوتنشال ذا ايونز موف ات فيري هاي سبيد، فذيرفور ايونيك اتموسفير افكت فانيشز، فانيشز يعني بيختفي. واضحه؟ اللي هي فهذه هي، فبصير له ما له تاثير. اوكي بس اوكي، طب شو بصير لما نغير الفريكونسي؟ اذا غيرت الفريكونسي بسرعه تردد عالي، لاحظ ماشي اللي تردده يعني مليون مرة في الثانية تردد، يعني الشحنة على الأقطاب تتغير مليون مرة في الثانية، شو اللي بصير؟ بصير الأيون تقريبا يقطع مسافة صغيرة باتجاه، بس يقطع المسافة الصغيرة هذه وإنه الاتجاه معكوس، فبصير المسافة اللي بيقطعها بين التبديلات لاحظت إيش مالها قصيرة جدا، وبالتالي هذه بتخلي كمان الأينك أتموسفير إفكت يكون قليل، أو بظل الأينك أتموسفير خلالها اللي هي ثابتة. فعشان هيك at high at high frequency شو بصير؟ ions become almost stationary they do not move. لاحظت كيف؟ or they vibrate in their place، يعني they vibrate they make small vibrations and the ionic atmosphere effect also vanishes. ففي طريقتين تتخلص فيهم من تأثير الايونيك سترينج، يا بتأثير الايونيك اتموسفير يا بتزيد البوتنشال او بتزيد ايش للفريكوانسي. فهذا تقريبا محاضرتنا لليوم، وعرفنا فيهم شو السبب اللي بيخلي الايونيك كوندكتيفيتي المولر كوندكتيفيتي تقل كل ما زاد التركيز. بتلاحظوا دراسة الكوندكتيفيتي كانت كثير مفيدة، عرفتنا الايونات بتكون موزعة في المحلول
لاحظت كيف مش بشكل عشوائي موزعة شمالها، اللي هي كل أيون محاط بأيونات معاكسة له، سميناها أيونيك أتموسفير، وهذه بتقلل من توصيله اللي هي للكهرباء. anyway، محاضرة اليوم جد شوي كانت طويلة، لكن بلا بشوفكم في محاضرات أخرى.